تعلمي العربية مع أم نوم. مرحبا أم نوم، انظر إنه هلام أزرق اللون. ألا يبدو لك هلاما لذيذا؟ واو، أوه انظر إنه يهتز. هيا فلنتذوقه حالا. أصبح أم نوم أزرق اللون. إلى أين يذهب أم نوم يا ترى؟ هل يبحث عن المزيد؟ لا تخف أم نوم، هذا أنت في المرآة. أعلم بأنك تحب لونك الأزرق الجديد، أليس كذلك؟ تبدو جميلة. فلنكمل. هلام آخر ولكن باللون الأصفر. باشر أم نوم حالا بتناوله. هل سيصبح أصفر اللون؟ كما توقعت، تناولها وأصبح لونه أصفر. ما هذه الآن؟ هلامين جديدين أزرق وأصفر؟ ما الذي يحدث؟ يهتزان ويقفزان؟ لقد اندمجا، يبدوان كتفاحة خضراء. أصبح أم نوم أخضر اللون بعد تناولها. مرحى، إلى اللقاء أم نوم. تعلموا الأشكال. مثلث، أين نراه؟ في قطعة بيتزا. قبعة احتفال. دائرة، أين نراه؟ في حلوى. في ساعة. مربع، أين نراه؟ في بسكويت. شرائح. شيء يلعق؟ لا يا أم نوم، إنه صندوق وإنه مليان بالأزياء التنكرية. عما تبحث يا أم نوم؟ هل لديك فكرة يا أم نيل؟ نحن الآن في المركز التجاري. لنتسوق قليلاً من أجل الحفل. لنشتري قميصاً. قميص.
الذي يجب على أمنم شراؤه أيضاً. ما ذلك؟ أوه، بنتال! سيحب أمنم هذا. أوه، تنورة! يبدو هذا جميلاً. هذا لطيف للغاية يا أمنم. تعجبها القبعة. قبعة! هذا شيء تود شراءه يا أمنم؟ لنجربه ومن ثم نقرر. أجل، لنشتري الوشاح. وشاح! لنبحث عن المزيد. أوه، يبدو هذا رائعاً، ولكنه مرتفع جداً. لنحاول القفز يا أمنم. نكاد نصل. تماسك! أوه، لقد سقط. لقد وضعت الصناديق فوق بعضها لتصل إليه. سترة! حصلنا عليها. حان الوقت للاحتفال والرقص. مرحى! أولي! حان وقت حفلة الرقص. مهلا! ما هذا يا أمنم؟ لنتصور من أجل الذكرى. إلى اللقاء. بيضة، بيضة لذيذة. نعم، 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 أريد بيضة مع الخبز وبعض الجبن والفلفل والزبد وأيضاً بعض الملح. هل تريد البيتزا؟ البيتزا اللذيذة. نعم، 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 أريد البيتزا مع زيتون وبعض الجبن، الريحان والزعتر. أريد منها أكثر. هل تريد الكعك؟ الكعك اللذيذ. نعم، نعم، هيا نخبز كعك مع الحشو والكريمة، شوكولاتة وكرز، طعمها لذيذ. ما هذا؟ كيف حالك أمنم؟ أوه يا إلهي، ما كان هذا؟ أحدهم يطلق ألواناً عليهم. حاذر أمنم، أركض أمنم، أركض. عليك أن تحاذر خطواتك أمنم. كلا، يبدو أنهم ضربوك باللون الأصفر، فلنزيله بسرعة. حان وقت الاختبار. انتبه جيداً أمنم. أجل، تستطيع القفز. أجل، تمسك جيداً أمنم. أوه، ضربوا أمنم مجدداً. تحول إلى اللون الوردي. هيا أمنم، فلنحاول مجدداً. أحسنت أمنم. أجل، تمسك جيداً. أجل، فلنقفز الآن. أوه لا، تلقى ضربة أخرى وتحول إلى اللون الأزرق. ما هذا الآن يا أمنم؟ يبدو أنها حلوى ملونة. هل ستأكلها؟ أجل، تحول إلى اللون الأخضر مجدداً. أوهو. أحمر، بنفسجي، سماوي، أخضر، وردي، أصفر، أخضر،
أصفر، سماوي، وردي. أحمر، سماوي، أخضر، وردي، أصفر، أحمر، أزرق، سماوي، برتقالي، وردي، أصفر، كان هذا؟ أحدهم يطلق ألواناً عليهم. حاذر أمنام، أركض أمنام، أركض. عليك أن تحاذر خطواتك أمنام. كلا، يبدو أنهم ضربوك باللون الأصفر، فلنزيله بسرعة. حان وقت الاختباء. انتبه جيداً أمنام. أجل، تستطيع القفز. أجل، تمسك جيداً أمنام. ضربوا أمنام مجدداً، تحول إلى اللون الوردي. هيا أمنام، فلنحاول مجدداً. أحسنت أمنام. أجل، تمسك جيداً. أجل، فلنقفز الآن. لا، تلقى ضربة أخرى وتحول إلى اللون الأزرق. ما هذا الآن يا أمنام؟ يبدو أنها حلوى ملونة. هل ستأكلها؟ أجل، تحول إلى اللون الأخضر مجدداً. بنفسجي. أسود، أصفر، أخضر، سيارة، سيارة أجرة،
سيارة شرطة، شاحنة. واحد، قرش واحد. واحد، اثنان، قنديلان. واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاث سمكات أبي سيف. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أربع نجمات بحر. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمس سمكات ريك. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ست سلطعونات. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبعة أفراس بحر. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ثماني سمكات ذهبية. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، تسع سلاحف. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، عشر قريدسات. تعلموا الأشكال. مثلث، أين نراه؟ في قطعة بيتزا، قبعة احتفال. دائرة، أين نراه؟ في حلوى، في ساعة. مربع، أين نراه؟ في بسكويت، شرائح. اصبع سبايدر، اصبع سبايدر، اين تكون؟
تكون؟ أنا هنا، أنا هنا، ماذا تفعلون؟ عائلة أم نم الأصابع أين تكون؟ نحن هنا، نحن هنا، ماذا تفعلون؟ نجمة، مثلث، دائرة، مربع، كبير، صغير، الأصغر، بروكلي، باذنجان، فجل، فلفل، أزرق، وردي، أخضر، برتقالي، دائرة، نجمة، مثلث، مربع،
مرحباً يا أطفال، إنها شجرة قطاع الحلوى. مرحباً أم نوم، كيف حالك اليوم؟ نعم، أنت في الصحراء. ما هذا؟ إنها آلة حلوى. نريد أن نحصل على واحدة. تذكر أم نوم، كان لديك حلوى بالأمس، لذا أعطها لأم نان. ها هي آتية. نعم، حلوى. قطعة واحدة. الآن تذكر دور أم نيل، أعطها إياها. عملة ذهبية لأم نيل، يجب أن تحتفظي بها. يا إلهي أم نوم، لا تكن أنانيا، أعطها إياها. تعال أم نوم. يا إلهي، إلى أين تذهب؟ هذا هو، هناك شيء ينمو. ما هذا؟ نعم، إنها شجرة الحلوى. فكرة رائعة أم نوم، ضع عليها القليل من الماء. ضع المزيد. عمل ممتاز، احترس. يا إلهي، انظروا، انظر أم نوم، إنها شجرة حلوى عملاقة. نعم، عليك تسلقها. استمر. يمكنك ذلك، أحسنت. اقفز، اقفز، اقفز. من ورقة واحدة إلى الورقة التالية ستصل. لا أم نوم، أعطها لأم نان. تذكر أنها كانت عملتها المعدنية. أحسنت أم نوم، أنت صديق رائع. مرحبا أم نوم، تبدو مرتبكا قليلا. انظر، إنه قلم رصاص. ماذا يفعل هنا؟ إنه يرسم شيئا ما. هل هي طائرة؟ هل هو سوبرمان؟ إنه عصفور. جيد جدا. واو، انظروا، الوردي والأصفر. أم نوم، إنها تطير بعيدا. تحب الطيور أن تطير في السماء، وهي تعيش في قمم الأشجار في المرتفعات. يبنون منزلا يسمونه العش. ها هو قلم الرصاص مرة أخرى. دائرة ومثلث، ديناصور، دجاجة. أوه، لا يمكن، إنها سمكة. تعيش الأسماك في الماء. إنها تحب أن تعيش في المحيطات والبحار والأنهار. أوه، انتبه أم نوم، حاول ألا تمشي على الأشياء. إنها زهرة. شمس، شمس بأرجل، ثعبان. لا، أوه، إنه أسد. كن حذراً أم نوم، لا تقترب منه كثيراً، لا تريده أن يأكلك، أليس كذلك؟ الأسد ملك الغابة، وهو يعيش في كهف يسميه العرين. أوه، يا إلهي، لا تقلقوا، زئيره مخيف جداً. بسرعة، بسرعة، إنها مركبتك، فلنخرج من هنا. أنت تطير. وداعاً. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى.